السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع في سلسلة All About Complete Dentures. نحكي في جزء اليوم عن الإطباق الموازن في الأجهزة الكاملة Balanced Occlusion in Complete Dentures. حنحكي عن أهم مميزات مواصفات هذا النوع من الأوكلوجين، استطباباته، أهم اعتبارات اللي لازم ناخذ على مستوى الأسنان، تنضيد الأسنان، الاعتبارات المختلفة بحسب تصنيف الأوكلوجين عند البيشنت. فمحاضرة شيقة وهامة، خلونا نبدأ. في البداية أود الإشارة لوسائل التواصل الاجتماعي، يسرني تواصلكم ودعمكم. أيضا أتمنى تدعمونا من خلال اللايك والاشتراك والمشاركة والتعليقات للمساهمة في تعميم الفائدة وانتشار القناة. طبعا بعد أن تكلمنا في أهم المفاهيم الإطباقية المتعلقة بالكمبليت دينشرز، حكينا في المحاضرة السابقة عن نوع من أنواع الأوكلوجين اللي ممكن تطبقها مع الكمبليت دينشرز، واللي هو المونوبلين أوكلوجين، حكينا عنه بالتفصيل. في محاضرة اليوم حناخذ النوع الثاني من أنواع الأوكلوجين اللي هي مقبولة ومطلوبة في الكمبليت دينشرز، وأعني به البالانسد أوكلوجين أو الإطباق الموازن. ماذا نعني بالإطباق الموازن؟ الإطباق الموازن هو عبارة عن تماس الأسنان الخلفية والأمامية إطباقيا بشكل آني ومتزامن ثنائي الجانب بايلترال في السنتريك ريليشن وفي الأوضاع الإكسكورسيف الأخرى. طبيعة الحال هذا النوع من الأوكلوجين غير موجود في الإطباق الطبيعي، وليس فقط أنه ليس مطلوب أو غير موجود، بل أنه يعتبر مرضيا في حال كان هناك بالانسد أوكلوجين على البالانسد سايد أو على الجانب الموازن. بشكل عام هذا النوع من الأوكلوجين طور لتقليل تحرك أو دوران قواعد الأجهزة الكاملة Complete Denture Bases، وبالتالي تحسين استقرارها وأيضا توزيع القوى بشكل متزامن ومتساوي على كل أجزاء البيس خلال الحركات الوظيفية وخلال حتى البارافانكشنال موفمينتس. وبشكل عام توزيع القوى الإطباقية بشكل آني عبر الأرش بيؤدي لتحسين الاستابيليتي أو الاستقرار في الحركات المركزية في السنتريك وفي الإكسكورسيف موفمينتس. طبيعة الحال هذا بيعزز استقرار الأجهزة، ثباتها أثناء المضغ، مما ينعكس على أن المريض يشعر بالراحة أثناء المضغ. أيضا يؤدي للحفاظ على صحة المخاطية أو الميوكوزا، بسبب أنه ما عاد في عندي تركز قوى بجانب معين، القوى تتوزع بشكل متساوي على جميع أجزاء القاعدة وبالتالي تحتها النسج. أيضا يعزز الليفر بالانس أو التوازن العضلي والتوازن العتلي عبر وضع الأسنان على قمة السنخ أو حتى إلى اللسان قليلا وأقرب ما يكون إلى قمة السنخ. بالتالي هذا بيعطيني تكبير لمساحة سطح الجهاز وتقليل لعرض الأسنان بكالي لينجولي، فبيظهر تأثير هذه العتلة بشكل خاص في حال عدم وجود إطباق موازن، لما نحن بنحط لقمة الطعام في جانب، مما يؤدي لحدوث فجوة بين السطوح المتقابلة بالجانب الآخر، يؤدي ذلك إلى نوع من الليفر أو العتلة اللي تقلقل أو تزيح الدينشر. فإذا مثل ما قلنا البالانس أوكلوجين هو تماسات الأسنان الخلفية والأمامية ثنائية الجانب المتزامنة بالسنتريك وبالإكسنتريك بوزيشن، قلنا أنه بشكل خاص هو طور لحتى يحد من قوى الدوران والقلقلة للجهاز أو قواعد الأجهزة بالنسبة للسبورتينج ستراكشرز، بحيث تصبح كل الأسنان منضدة كوحدة واحدة في الحركات بما فيها الإكسكورسيف. ولكي نستطيع أن نحقق هذا النوع من الأوكلوجين لابد من أنه نحن، لأنه مثل ما قلنا التماسات تحدث في السنتريك والإكسنتريك موفمنت، فلابد من أنه نحن نستخدم مطبق نصف معدل ونعمل نقل بالقوس الوجهي فيسبو ترانسفير لمطابقة هذه الحركات، خصوصا الإكسكورسيف بشكل دقيق، الليترال والبروتروسيف. لابد من أنه نعمل تسجيلات جانبية وتقدمية لحتى نعمل برمجة للكاندل انكلينيشن. شفنا نحن مع المونوبلين اوكلوجين انه ما بنحتاج لكل هاي الاشياء لانه الاطباق بسيط سيمبل، ما بنحتاج لاحداث هذا النوع من التماسات السنيه في الحركات المختلفه. فهذا امر مهم مثل ما احنا شايفين، تسجيل العلاقه المركزيه بطريقه صحيحه ومتكرره، هذا امر مهم ومهم جدا انه السنتريك ريليشن نكون قادرين على الحصول عليها وايضا قابليه تكرار الحصول عليها بنفس الدقه. ف
من هون ضروره انه نحن لما بدنا نشتغل بالانسد اوكلوجن بكمبليت دينشرز مع بيشنت نتحقق من امكانيه اخذ العلاقه المركزيه بطريقه صحيحه ومتكرره ودقيقه قبل اختيار الاسنان الخلفيه، لان عدم تحقق ذلك يعني استحاله القدره على انه نعمل اي تصحيحات على مستوى الاطباقات والتماسات المبكره في جلسه التسليم. نحن عاده نستخدم اسنان تشريحيه مع هذا النوع من الاوكلوجن للحصول على اطباق متوازن. ممكن نستخدم غير تشريحيه مثل ما شفنا مع المونوبلين اوكلوجن، بس وقتها بيصير لازم نستخدم إما ميلان السكند مولر أو أنه نعمل الرامبس. ممكن نرجو للمحاضرة السابقة حكيت عن هذه النقطة. مثل ما أنا شايفين أخذنا العلاقة الفكية ولابد من أنه نحن نعمل الارتكوليشن على مطبق نصف معدل، نتحقق من أنه السنتريك ريليشن قابلة للتكرار في الفم وعلى الارتكوليتور. بهذا الشكل ممكن أنه نحن نقدر نحقق إطباق موازن أو بالانسد أوكلوجن. فإذا كملخص بالworking side بنشوف انه كل الاسنان عاملة contact او تماسات، بنفس الوقت الجانب الموازن او البالانسد سايد هناك تماسات بين الاسنان الخلفية تعطي توازن واستقرار للاجهزة الكاملة اثناء الحركات الجانبية. حتى في الحركات البروتروسيف نحن قلنا انه بالاطباق بشكل طبيعي ما بيكون في تماس على الاسنان الامامية، مع الحركة البروتروسيف او التقدمية نلاحظ أنه جميع الأسنان فيها تماس سواء على مستوى الأسنان الخلفية أو على مستوى الأسنان الأمامية. طبعا هناك عدة طرق لتحقيق البالانس أوكلوجن، أكثرها شيوعا هو استخدام أسنان تشريحية أو نصف تشريحية في الفكين وبنضضها حسب الكومبنسيتينج كيرف، تنضض بحيث وتزال أي إعاقات إطباقية بحيث كل الأسنان من خلال سطوحها المائلة سواء في الأمام أو في الخلف تعمل كيونت كوحدة في السنتريك أوكلوجن وفي الحركات الإكسكورسيف. يعتمد أو يتحدد ذلك بعدة عوامل كالإرشاد القاطعي وميلان اللقمة أو الكاندايل إنكلينيشن والإنسايزل غايدنس. لهذا السبب يعتبر البالانس أوكلوجن إطباق معقد complicated، يحتاج تماسات متعددة على مستوى الأسنان أو الأرش على معظم أو جميع أسنان الخلفية، لذلك هو صعب الإنجاز. طبعا لا يعني أنه نحن إذا لم نستخدم أسنان تشريحية أو نصف تشريحية أنه لا نستطيع تحقيق الإطباق الموازن بحد الأدنى. حكينا في المونوبلين أوكلوجن المحاضرة الماضية كيفية أنه نحن نحقق الإطباق الموازن حتى مع أسنان بدون حدبات أو أسنان غير تشريحية، لكن مبدأ الإطباق الموازن الحقيقة بشكل أساسي يعتمد أو يرتكز على وجود أسنان تشريحية. والشكل هذا بيعطينا فكرة كيف لما نحن بيكون في عندي حركة البيشنت في الليفت وركينج موفمنت كيف يكون في تماسات على مستوى الحدبات الباكاللينجوال، وبالجانب الموازن بيكون في عندي تماسات على مستوى الباكال لور والبالاتال أبر. طبعا هذا بيختلف عن اللينجوالايزد الإطباق اللساني حنحكي عنه في المحاضرة القادمة، ويمكن يكون أحد أهم الفوائد اللي بيحققها اللينجوالايزد أوكلوجن هو التخلص من هاي التماسات اللي ممكن اعتبارها راضة للنسج مثل ما قلنا على مستوى الأسنان الطبيعية. لو بدنا نحكي عن أجزاء أو نفصل عن المخطط الإطباقي بالبالانس أوكلوجن حنحكي إنه هو بيتكون من ثلاث مكونات: الوحدات القاطعية أو الإنسايزينج يونيتس القواطع، والوركينج يونيتس اللي في الجانب العامل أو الوركينج سايد، والبالانسينج يونيتس اللي بتكون في الجانب الموازن أو البالانس سايد. مثل ما أنا شايفين ثلاث يونيتس، الإنسايزينج يونيتس على مستوى الأربع قواطع، والوركينج سايد الجهة اللي بيتحرك إلها الفك، والبالانس أوكلوجن اللي هو أو البالانس يونيت اللي هي الجهة قابلة لجهة الحركة. على مستوى الانسايزينج يونيتس طبعا مثل ما قلنا هي تشمل أو تتضمن الأربع قواطع، يجب أنه نحن القواطع تكون حادة لتقطع بشكل كافي مشان ما يكون في عملية تماس مطولة أثناء عملية القطع، فهذا بيطبق قوة ممكن تؤدي لسحل فتغيب لي هاي التماسات الآنية مع الوقت. أيضا لا يجب أن تتماس خلال المضغ، تتماس فقط خلال البروتروسيف موفمنت، يعني أثناء عملية المضغ ما لازم يكون في أي تماسات على مستوى الأسنان الأمامية، لكن مع لو المريض عمل حركة تقدمية للأمام فبيحصل تماس. أيضا الأشياء اللي نحكيها بالإطباق الموازن تتعلق بالإنسايزينج يونيتس انه مستوى الارشاد القاطعي الانسايزل جايدنس لازم يكون مسطح قدر الامكان. طبعا هذا الامر بيتعارض مع المبدا التجميلي مثل ما بنعرف، فلذلك بنحاول نعمل نوع من الموازنه لتحقيقه دون ما يكون فيه له اثر على المستوى الجمالي. حتى على مستوى نطق بعض الحروف نحن بنعرف انه بعض الحروف بيكون النطق بيتعلق بالسطح اللساني للقواطع، فعمل ارشاد قاطعي مسطح ممكن طبعا ياثر على نطق بعض الحروف، فبنحاول نحقق هي النقطه بطريقه ما تاثر على الناحيه الجماليه
وعلى الناحية الكلامية. آخر شيء بدي أقوله هو أنه من المحبذ أنه كمان مع Sizing Units بالإطباق الموازن نعمل Increased أو Excess Overlap. الأوفرلاب الزايد بيسمح لي بأنه يحافظ على استقرار البيس دينشر بيس من دون تداخلات خلال طبعا دورات المضغ المختلفة، لأنه مثل ما قلنا مو محبذ يكون في تماسات أثناء المضغ على المنطقة الأمامية أو منطقة القواطع. بالنسبة للworking units، بالنسبة للأسنان في الجانب العامل، الشروط اللي لازم نراعيها في تحقيق إطباق موازن balance occlusion، أول شيء لازم تكون أيضا الحدبات فعالة في القطع مثل ما قلنا، لأنه هذا بيساهم بأنه يكون عملية تمس الأسنان شورت قصيرة زمن العملية. يعني لازم يكون في عندي عرض دهليزي لساني باكالينجوال أقل بالنسبة للأسنان الخلفية لتقليل الوركينج فورسز اللي بتطبق على الدينشر بيس أو قاعدة الجهاز. يجب أنه الأسنان أيضا في هاي الوركينج سايد تعمل كمجموعة في التماسات المتناغمة المتوافقة عند كل نهاية دورة مضغ خلال الحركات غير المركزية أو الإكسنتريك إكسكورشنز. أيضا لابد أنه الأكلوجال لود يكون موجه نحو المركز الأمامي الخلفي للدينشر. نحاول دائما أنه نعمل نقطة أو توجيه القوى بالاتجاه المركز الأمامي الخلفي، ما نجعله يعني للخلف، يكون نقطة مثلا التماس الأكبر في منطقة الراحة الثانية أو مثلا في منطقة الكناين أو الفيرست بريمولر. آخر شيء لازم المستوى الإطباق يكون موازي للحافة السنخية أو قاعدة السنخ قدر الإمكان. بالنسبة للاشتراطات اللي تتطلبها الجانب الموازن، جانب الموازن لو نحن المريض حرك فكه إلى اليمين فالجانب الموازن هو الأيسر، هون لازم يحصل تماس على السيكند مولر لما تكون القواطع في حالة تماسات يعني بالحركة التقدمية. لما المريض بيحرك للجانب بيحصل نوع من التماس على مستوى الأسنان الأمامية، بوقتها لازم يكون في موازنة على مستوى السيكند مولر يعني أو أكثر نقطة أمامية وأكثر نقطة خلفية من الدينشر، هذا بيساهم باستقراره. أيضا لازم يكون في عندي تماس مع نهاية كل دورة مضغية. لما بيحصل عندي تماسات على جانب المضغ، جانب العامل عادة بيكون هو جانب المضغ، لازم يكون في عندي أيضا الكونتاكتس هاي تعمل smooth gliding for lateral and protrusive excursions، ما يكون في عندي أي إعاقات أو تماسات مبكرة لأنه هاي بتعمل ulcers على مستوى التيشو مثل ما قلنا، لأنه كمان هذا بيعتبر أصلا إطباق رضي في الإطباق الطبيعي. وهنا الرسمة هي حطيتها لحتى نشوف كيف ظهرت كريستينسن لما بالحركة التقدمية بيحصل فراغ بين الأسنان الخلفية، حكينا عنه وقلنا أنه يدعى بظاهرة كريستينسن. بالنسبة لمتطلبات الإطباق الموازن، لازم كل الأسنان على الجانب العامل يكون تقريبا في نوع من الجلايدينج على الأسنان المقابلة، نوع من الانزلاقية عليها. ما لازم يكون في عندي تماسات أو إعاقات على سن مفرد لوحده، ما لازم يحصل في عندي أي ديسكلوجن، عدم إطباق على الأسنان الأخرى. كل الأسنان لازم تكون بحالة تماس بالبالانسك سايد، لكن ما لازم تعمل تداخلات مع السموث جلايدينج موفمنتس للوركينج سايد، لأنه الحركة الأساسية هي بتتم على الجانب العامل، فالتماسات على الجانب الموازن يجب أن تكون تماسات سموث ناعمة من دون ما تعمل حد للحركة المضغية في الجانب العامل أو تعمل نوع من الإعاقات. هذا أمر مهم جدا. لازم تكون طبعا سيمولتينيس خلال البروتروجن، بمعنى أنه تكون متزامنة مع كل الأسنان على مستوى الحركة التقدمية. خلونا نأخذ أيضا بعض الاعتبارات العامة مع البالانس أوكلوجن. الاعتبار الأول، كل ما كانت الريج اللي هيترتكز عليها الدينشر أعرض وأكبر، كل ما كانت الأسنان أقرب للريج، وبالتالي رح يكون في عندي فعل عتلي أكبر. الأمر الثاني أو الاعتبار الثاني، كل ما كانت الريج أضيق وأصغر، كل ما كان الأسنان أكثر بعدا عن الريج رح يكون في عندي الليفر بالانس أقل. كل ما كانت الأسنان أكثر تنضيدا أو توضعها أكثر لساني بعلاقتها مع الريج كريست، كل ما كان عندي توازن أفضل. لذلك نحن دائما نقول أن التنضيد بيكون على قمة السنخ إلى اللساني قليلا. وآخر شيء أنه كل ما كانت القوى الإطباقية مركزة نحو المركز للدينشر أماميا خلفيا، كل ما حققنا استقرار أفضل. فمن هون أهمية أنه نحن نوجه القوى الإطباقية دائما نحو تقريبا منطقة الفيرست مولر. إذا بدنا نستعرض ملخص لمزايا ومساوئ البالانس أوكلوجن، حنحكي أنه توزيع الجهود الإطباقية تتوزع على مساحة أكبر، استقرار الأجهزة لأنه في تماسات بالمختلف اليونتس للجهاز في الحركات جميعها، تقليل التروما لأنه الرد يصبح أقل لما بنوزع مساحة أكبر على يونتس أكثر، أيضا تحقيق الفعالية من خلال فانكشنال موفمنت، بيشعر المريض أنه الدينشر أكثر
فعالية في الحركات الوظيفية السيابية في عملية القطع، وبالتالي كل هذه الأمور بتحقق راحة أكبر للمريض. أما إذا بنستعرض الديس أدفانجز أو خلينا نقول مساوئ البالانس أوكلوجن، هنحكي أول شيء أنه راح يصير في عندي أو تبرز مشكلة الأوكلوجال ديس هارموني، لأنه نحن عم نحقق تمسات متزامنة مع كل الأسنان، فممكن يكون جدا وارد يكون في عندي نوع من الديس هارموني، أسنان عم تعض قبل أسنان بفترة بسيطة أو أسنان عم تعض بقوة أكثر من نقاط تماس على أسنان أخرى، والحقيقة أنه هذا الأمر بيكون صعب حتى تصحيحه في المراحل اللاحقة. أيضا من المساوئ الثانية هي مش سيئة بمعنى سيئة، لكن هي صعوبة تتمثل في أنه نحن لكي نحصل على هذا الاستقرار والتماسات المبكرة اللي تدعم الاستقرار، فلازم يكون في عندي كتير دقة في إجراء صنع الجهاز بحيث يكون البيسز هاي جدا انطباقا صميمي مع ايضا راح نشوف انه القوة الافقية تزداد مع هذا النوع من الاوكلوجن بسبب وجود الاسنان التشريحية اللي بتعطي انكلاين بلين للكاسب. هذا شيء هو صعوبة الحقيقة انه نطبق هذا الاوكلوجن مع الحالات العلاقات الفك العلوي السفلي كلاس 2 كلاس 3 فيما عدا يعني كلاس 1، فبيبقى في صعوبة الحقيقة بانه نحقق التنضيد على قمة السنخ وبنفس الوقت تغلب على سوء الإطباق موجود. طبعا كنت ذكرت قبل هيك أنا فكرة أنه نحن في حال أنه ما استخدمنا أناتوميك تيث يعني مع المونوبلين أوكلوجن، لا يزال بإمكاننا نحن نعمل إطباق موازن، إما أنه نحن نعمل رام خلف الراحة الثانية أو أنه نعمل الراحة الثانية مائلة بطريقة تعمل هذا البالانس، هذا التماس في الخلف أثناء الحركة التقدمية أو أثناء الحركات الجانب العامل، وأيضا استخدام مبادئ الأخرى في التنضيد اللي بتحقق الكومبنسيتينج كيرف. إن شاء الله هحكي أكثر كمان عن هذا الموضوع لاحقا. طبعا البالانس أوكلوجن يستطب بشكل أساسي مع وضع سنخ متبقي أمامي خلفي جيد، وهذا مهم لاستخدامنا أسنان تشريحية. هلأ مع مرضى عندهم توضع دهليزي سني طبيعي للأسناخ الخلفية أو مع عضة معكوسة بشكل كلي، قد يكون تنضيد الأسنان الخلفية سهل. لكن امتى بتبدا الصعوبات؟ تبدا لما المرضى بيكون عندهم توضع طبيعي دهليزي لساني باكال لينجوال في منطقه البريمولر، لكن بيكون عندهم كروس بايت عضه معكوسه في منطقه السيكند مولر. هون لو حبينا ننضد الاسنان على السنخ كما هو مطلوب في البالانس اوكلوجن، فالضواحك يجب ان تبقى طبيعيه والارحاء معكوسه، وبينهما الدرس الاول الفيرست مولر يعني رح تكون نقطه تحول. فهون نحن لا يمكن انه نحن ننضد فوق السنخ، لأنه لو فعلنا فلن نحصل على إطباق الكاسب توفوسا أو إطباق حدبي لوهدي، هنضطر ننضد حد لحد أو رح تضل العضة المعكوسة مثل ما هي، ورح نحتاج الحقيقة الكثير من التعديل والسحل لتحقيق ما نريد. لذلك هون استخدام أسنان غير تشريحية بيكون مفضل. أيضا هناك جدل على أنه هل فعلا البالانس أوكلوجن يقلل القوى الجانبية، لأنه في دراسة لأبحاث اللي عملها كايد وجد أنه البالانس أوكلوجن الحقيقة بالعكس يزيد القوى الجانبية بسبب تواجد الأسنان التشريحية. فالحقيقة هو طبعا أثر نقطة أنه نحن لسنا متأكدين من أنه البالانس أوكلوجن يقلل القوى. أيضا هناك سؤال يبرز من الاعتراضات على البالانس أوكلوجن، أنه لما نحن بتكون في لقمة طعامية بين الأسنان في الجانب العامل مثلا، هل تبقى الأسنان متماسة أماميا خلفيا في الجهة الأخرى؟ هل هناك فعلا إطباق متوازن حين أو موازن؟ وجدوا أن معدل تماسات الأسنان في اليوم أساساً هو 17 دقيقة، بأسوأ الأحوال يرتفع مع مرضى البارا فانكشنال ل 2-4 ساعات. لذلك بيقترح كايد أنه قد يكون ليس من الضروري الحقيقة أنه نحن نستخدم البالانس أوكلوجن مع هذا وقت التماس القليل إذا نحسبه على مستوى اليوم. لذلك هو قال أنه من المفضل أنه نحن نروح لهو إطباق آخر اسمه لينجوالايزد أوكلوجن أو الإطباق اللساني، وهو الحقيقة راح يكون إن شاء الله موضوع محاضرتنا بعد القادمة. حتى ادعاء المضغ الأفضل مع البالانس أوكلوجن هناك من نفى، لأنه قال أنه هو على علاقة مع الأسنان التشريحية من الناحية النظرية، لكن لا يوجد ما يكفي من دراسات تدعم هذا الرأي. آخر شيء بدي أحكيه هو بالنسبة للبالانس أوكلوجن، العوامل اللي بتأثر على البالانس أوكلوجن تشمل ميلان اللقمي الانسايزال جايدنز المستوى الإطباق وال كومبنسيتوري كيرفز واخر شيء الميلان او التزوي الحدبي. العوامل هي الحقيقه لابد من شرحها بالتفصيل، مهمه جدا وعلاقتها بالاطباق الموازن. راح اخصص ان شاء الله محاضره مفصله المحاضره القادمه ان شاء الله.
بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. لا تنسوا اللايك، لا تنسوا دعم القناة من خلال التعليق والاشتراك والمشاركة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.